خطاب الأمر الواقع لإيمانويل ماكرون يزيد من تأجيج غضب النقابات والشارع الفرنسي، فمباشرة بعد الخطاب خرج آلاف الفرنسيين إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم من مضامين الخطاب الذي افتقر بحسب النقابات العمالية لإجراءات ملموسة. لوغون بيرجي الأمين العام لنقابة CFDT صرح أن مداخلة ماكرون كانت فارغة وتعبر بالملموس على أن الرئيس لم يفهم بعد أسباب غضب الفرنسيين، فيما أعلن ائتلاف النقابات عن رفضه استقبال الحكومة قبل تعبئة الأول من ماي التي ستكون بحسب الائتلاف استثنائية هذه السنة. لا أعتقد أنه على اطلاع بما يحدث، هل سبق ونزل إلى الشارع ليرى التكسير وغضب الناس؟ لا أعتقد ذلك، فهو في كل مرة يحدث فيها شيء يكون خارج البلاد، كما لو أنه غير معني بذلك. كان إيمانويل ماكرون ضمن خطابه الأول منذ إصدار إصلاح نظام التقاعد قد دافع بشدة عن ما أسماها التغييرات الضرورية، على الرغم من اعترافه برفضها من قبل عموم الفرنسيين، وقد منح نفسه 200 يوم لإطلاق خطة للتهدئة والعمل بحلول 14 من يوليوز، حيث كلف رئيسة الحكومة بتقديم خارطة طريق ابتداء من الأسبوع المقبل، كما أعلن عن رغبته في بناء ميثاق جديد للحياة العملية ابتداء من الأسابيع المقبلة، ودعا أرباب العمل والنقابات إلى سلسلة من المفاوضات، إجراءات يقول مراقبون بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق مصالحة بين ماكرون والشارع، حيث دعت النقابات العمالية الفرنسيين إلى مزيد من التعبئة الاجتماعية، ودعت إلى الخروج في مظاهرات ضخمة يومي 20 من أبريل والثامن والعشرين منه للتعبير عن استمرارهم في رفض القانون رغم تمريره بالقوة من قبل حكومة ماكرون.